الفاضل. هنتكلم النهارده عن موضوع يعني فيري انترستنج، الانسولين بامب. اتفضل دكتور بهبي. اتفضل يا حبيبي. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. كل الشكر والتقدير للاخوي الكبير الاستاذ الدكتور سيد عبد الفتاح على الدعوه الكريمه، وشكر طبعا للمنصه الكريمه، وبرحب وسعيد جدا بوجود اخويا الكبير مساعد وزير الصحه ووكيل وزاره الصحه في محافظه القليوبيه الاستاذ الدكتور حموده جزر. دكتور سيد قال لي انا عايزك تتكلم على الانسولين بامب ان اوفر فيو بسهوله لشباب الاطباء، ما تستفدش كتير وما تلخصش كتير، وحاول تلمها لي في 15 دقيقه. حاضر دكتور سيد. For the first manned space shuttle flight, the Americans developed an ink pen that could not leak in a zero gravity environment. التكنولوجي دي كلفتهم عام 1967 $1 مليون. And this is how the Russians solved the problem. مش دايما الحاجة الغالية هي الحاجة الكويسة أو الحاجة اللي ناجحة. This is my agenda. I will talk about historic overview. Before 1922 and exactly before this date, جميع مرضى السكر من النوع الأول منذ بدء الخليقة حتى هذا التاريخ كان بيتوفاهم الله بالDKA نتيجة عدم وجود علاج شافي. وطبعا بعد اختراع أو invention of insulin حياتهم اتغيرت 180 درجة. عام 1963 كان ظهور أول انسولين بامب وورلد وايد. بروفيسور أرنولد هيدش اخترعها، ولكن زي ما احنا شايفين حجمها كان كبير، كانوا بيشبهوها بأحد قاذفات اللهب، فطبعا يعني ام براكتيكال فور هيومن يوز. عام 1979 كان ظهور أول كوميرشال انسولين بامب، كانوا بيسموها البيج بلو انجكتور، ولكن بعد سنة بالظبط من ظهورها بدأت بعض التقنيات الخاطئة اللي حالت دون استمرارها. حقبة التسعينات كان ظهور مالتيبل كوميرشال انسولين بامبس زي شركة روش، شركة ديكسكوم، ميترونيك، ولكن عام 2006 بالتحديد ظهر أول ميركل، أول معجزة بقى الكلام ابتدى يخش صح ايه في الجد، اللي اسمها ميترونيك ميني ميد بارادايج ريل تايم انسولين بامب. ليه دي بالذات؟ لأنها كان فيها تو كومبوننتس، continuous glucose monitor on the other side، وفي الناحيه الثانيه في insulin pump، وفي program بيموديوليت الانسولين سكريشن ما بين الاثنين. وده طبعا فتح الطريق للابيرنس او الديفلوبمنت اوف وات از كولد بايونيك بانكرياس، artificial pancreas closed loop pump system. ايه هي انواع الانسولين pump؟ في 3 main types. اول حاجه الconventional insulin pump with infusion set. رقم 2 patch pump without infusion set. رقم 3 what's called automated insulin delivery system. طيب ايه قصة الconventional insulin pump؟ البامب التقليدية عبارة عن جهاز صغير اصغر من كف الايد، اقدر اعلقه في الحزام بتاع او في جيب البنطلون، بيدليفر الانسولين in two components basal and bolus، وزي ما احنا شايفين بيتكون من الكومبوننت اللي قدامنا ده السيرفوار اللي بسحب بيه الانسولين من الفايل، لما بيتملى بحط جوه الانسولين بامب، بوصل بيه الانفيوجن ست عباره عن تيوب بتنتهي بيه سبكيوتينيوس كانيولا، بنشقها سبكيوتينيوس على الابدومينال وول تنتهي بهذا المنظر اللي قدامنا. This is the traditional insulin pump. طيب هيجي حد يقول لي طب ايه قصه الباتش بامب؟ ما كانت كويسه اللي بالانفيوجن ست. نفس المشكلة بيقول لحضرتك لو انت بتغير لبسك اثناء السويمنج، لو في حركة مفاجأة ممكن الانفيوجن ست او السبكيوتينيوس كانيولا تبقى ايه؟ ديتاتشد. في هذه الحالة مش هيحصل انسولين ديليفري، ممكن يحصل هايبر جلايسيميا تصل لدي كي ايه. فقالوا ريحوا نفسينا والله اخترعنا وات از كولد باتش بامب، حجمها اصغر ووزنها اخف، ممكن الزقها على السكن بأدهيب تيب، وفي نفس الوقت الباتش بامب اوفرد اديشنال كومفورت اند فليكسيبيليتي تو يوزرز سبيشلي وايل ترافلنج، زي ما احنا شايفين دي الفيو اللي قدامنا كده بملاها بالانسولين ذس اديزيف تيب، وبتحكم بيها عن طريق البلوتوث في الجهاز الايه الاخير اللي قدامنا. طيب النوع الثالث واتس كولد اوتوميتد انسولين ديليفري سيستم.
في 2006 زي ما قلنا هي الميني ميد ميترونيك انسولين بامب، كانت اول واحده بينطبق عليها كلمه الاوتوميتد انسولين ديليفري سيستم. طيب ايه القصه؟ عباره عن تو كومبوننت زي ما قلنا، كونتينوس جلوكوز مونيتور بركبه على الابدومينال وول، ان انسولين بامب على الناحيه الثانيه، وفي ما بينهم بروجرام موديوليت ايه الانسولين سكريشن. وطبعا زي ما احنا عارفين وجود السي جي ام ده نقل او غير كلمه الكونفشنال بامب لوات از كولد اوتوميتد انسولين ديليفري سيستم. في نوعين من الاوتوميتد انسولين ديليفري سيستم، ممكن يكون البروجرام في حد ذاته ابلايد او موجود في البامب ودي ادفانسد، او يكون البروجرام موجود على السمارت فون وهو عن طريق السمارت فون اقدر اتحكم او اعمل موديوليشن في الانسولين بامب. هل في مرادف للاسماء؟ نفس الفكره، ذا سيم ايديا، ارتفيشال بانكرياس كلوزد لوب سيستم اند بايونيك بانكرياس، يعني كل ده بيندرج تحت كلمه اوتوميتد انسولين ديليفري سيستم. طيب ايه هي الانديكيشنز اوف انسولين بامب ثيرابي؟ الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي 2023 قالوا بالنص this is the indications. Type 1 diabetes and the insulin requiring type 2 diabetes patients who are unable to achieve their A1C goal. عندهم glycemic variability. في recurrent hypoglycemia and hypoglycemia anomalies. Pregnancy and planning for pregnancy. Recurrent decay and hospitalizations. عشان أضبط الدون phenomena. And inability to predict food or meal intake. مثال زي infants والtoddlers. السلايد دي مهمه يا جماعه، الانديكيشنز، ودي تقريبا اللي هنعتمد عليها في لجنه التامين الصحي، هو كان تيك اند هو كان نوت تيك الانسولين بامب. طيب ايه الادفانتج اند ديس ادفانتج؟ زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا جلايسيميك كنترول افضل، بقلل الجلايسيميك فاريابيليتي، بحسن الدون فينومينا، بقلل السيفيريتي اند فريكوانسي اوف هايبوجلايسيميا، اند فاينلي بحسن الكواليتي اوف لايف. طيب على الناحيه الثانيه بقى النقيض الديس ادفانتج، طبعا زي ما قلنا الانفيوجن ست لو اتشال ممكن يحصل سيفير هايبر جلايسيميا ودي كي اي. اثنين، لو ما بعملش روتيشن للسايب كيوتينيوس كانيولا اوريدي طبعا زي بالظبط السيرنج زي السيرنج العاديه هيحصل لايبو هايبرتروفي، او يحصل انفيوجن سايت رياكشنز راش اند سكين ريتيشنز ممكن تصل لانفكشنز، بس حقيقه دي حاجات رير. اجي لاخر نقطه اللي هتاخد مننا وقت شويه، Calculating initial insulin dose. للأمانة العلمية يا جماعة الكام سلايد الجايين حوالي 8 سلايد، يعني أنا واخدهم من ميترونيك كامباني علشان نوضح بيها الخمسة كاتيجوري اللي أنا هحسبهم دلوقتي. علشان أعرف أستخدم الإنسولين بامب لازم الخمسة دول يا جماعة أحسبهم: Total daily dose، الإنسولين to carb ratio، الإنسولين sensitivity factor، الاكتف انسولين تايم، اند تارجت رينج. حاجه حاجه بالراحه. بصوا يا جماعه، لو بيشنت تايب 1 دايابيتيك بيشنت لسه جاي لي العياده او جاي لي البامب سنتر، عايز اعلمه هاو تو يوز الانسولين بامب، هو اوريدي بياخد دوز بيزل بولس، جمعتها عرفت التوتال ديلي دوز بتاعته ايه، هضربها في 75% تطلع لي وات از كولد ريديوز دوز. على الناحيه الثانيه هعرف وزنه قد ايه، اضربه في 0.5 هيطلع لي واتس كولد الويت دوز. هجمع الاثنين على بعض واقسمهم على اثنين هيطلع الانيشيال توتال ديلي دوز اوف ذا بامب. جميل؟ جميل. هنقسمها تو كاتيجوريز، بيزل دوز اند بولس دوز. البيزل دوز تقريبا في حدود 50%، لو قسمتها على رقم 24 هتطلع لي واتس كولد البيزل ريت، يعني هاو ماتش انسولين بيحصل له كونسامشن ان 1 اور. على الناحيه الثانيه البولس دوز بقسمها على عدد الميلز اللي بياكلها، مثلا 3 ميلز، ولكن لازم ابقى عارف كميه الكارب اللي هيستخدمها في اليوم، وعايز اعرف الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور والانسولين تو كارب ريشيو. اخد مثال صغير وبيقول طبعا لحضرتك هنا ان المفروض الان بي اتش قبل استخدام البامب اوقفه قبلها ب 12 ساعه، وان اللونج اكتنج انسولين انالوجز اوقفه قبليها بايه؟ ب 24 ساعه، واقعد استخدم الرابيدلي اكتنج انسولين انالوج اللي انا بستخدمه من نفس نوع البامب كل اربع ساعات لغايه ما ابتدي الايه؟ الانسولين بامب ثيرابي.
البيشنت اللي قدامنا تايب 1 دايابيتس بيشنتس وزنه 70 كيلو جرام بياخد ثلاث شكات مثلا من النوفو رابت كل واحده 11 يبقى كده 33 بولس وبياخد عند النوم بالليل 20 وحده لانتوس يبقى التوتال ديلي دوز القوه جبت لي بيها قد ايه يا جماعه 53 يونت جميل هاخد الريديوز دوز اضرب 53 في 75% تطلع 40 يونت اخد الدوز المبنيه على الوزن هضرب 70 كيلو جرام في 5 تطلع 35 هجمع الاثنين على بعض واقسمهم على 2 هيبقى التوتال ديلي دوز اوف ذا بامب الانيشال 37.5 ولاخد ناخد بالنا من الحاجات بقى المهمه دي بيقول لحضرتك لو البيشنت ده عنده ريكورنت هايبوجلايسيميا او هايبوجلايسيميا اويرنس اخد الدوز الصغيره ابتدي بيها لو هو عنده بيرسيستنت داخلي بيرسيستنت هايبرجلايسيميا الاي 1 سي عالي لو كان بريجننت استخدم الدوز الاعلى لو كان بيشنت انسولين نايف ولسه داخل على الانسولين استخدم طبعا الويت بيزد دوز جميل جميل اعذروني عشان الوقت انا بحاول اجري طيب الجرعه بتاعتنا ال 37.5 هنقسمها جزئين جزء بيزل وجزء بولس لو قسمناها على 2 هيبقى تقريبا البيزل 18.7 والبولس 18.7 بيقول لحضرتك هنا ان قاعده 50% و50% دي مش حاجه ثابته ولا هي قران ازاي مثلا كل ما صغرنا في السن الاطفال والادوليسنت البولس عندهم بيكتر بياكلوا كتير اما الاولد ايج البيزل هو الايه اللي بيكتر طيب نبص على السلايد اللي بعديها البيزل ريت بير اور قلنا هنقسم على 24 هتطلع تقريبا في حدود وحده الا ربع في الساعه ده البيزل ريت اوف اور بيشنت نيجي بقى لاخر تو سلايدز هاو تو كالكوليت انسولين تو كارب ريشيو اند هاو تو كالكوليت انسولين سنسيتيفيتي فاكتور بصوا يا جماعه في طريقتين علشان احسب بيهم الانسولين تو كارب ريشيو ممكن يكون هو اوريدي عارف هيز اون انسولين تو كارب ريشيو خلاص هعمل لها ابلكيشن من اول ما يجي لا ما اعرفش في طريقتين الاسهل على الشمال اقسم 450 على 37.5 اللي هي التوتال ديلي دوز اللي انا حسبتها وفي طريقه ثانيه ان انا اقسم التوتال كارب اللي بياخدها في اليوم على البولس دوز خلونا عليه على الطريقه اللي على الشمال هقسم 450 على 37.5 هتطلع 12 جرام بير يونت معناها ان كل وحده انسولين رابيدلي اكتنج اللي بنستخدمه في البامب بيحرق تقريبا 12 جرام كارب. طيب هنيجي على الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور ده مهم جدا حتى للبيشنت اللي ما بيستخدموش البامب. والله في طريقتين ان انا اقسم 2000 على التوتال ديلي دوز ال 37.5 او اقسم 1700 على ال 37.5 وبيقول لحضرتك نفس الكلام يعني هنا مثلا لو قسمنا 1700 على 37.5 يبقى 45 هنا 53 ده معناه يا جماعه معناها ان انا هعجل لكم 100 اوكي لو انا عايز انزل السكر على الجلوكوميتر بتاعي 45 ازود وحده وهنا 53 يبقى هاو ماتش من الجرام بير دي سي ليتر 1 يونت من الانسولين ايه بتقللها بقول لحضرتك برضو لو البيشنت عنده بريزيستنت هايبوجلايسيميا اند هايبوجلايسيميا اويرنس استخدم الميثود العاليه ال 2000 لو العكس استخدم الميثود الايه الميثود القليله اخر حاجه الاكتف انسولين تايم احنا بنستخدم في الانسولين بامب نوع واحد من الانسولين بيغطي البيزل والبورس غالبا بيبقى الثلاثه رابيدلي اكتنج انسولين انالوج الانسولين الليسبرو والاسبارت والجلولايزر في هذه الحاله بنحط رقم بندخل على البامب رقم 4 لو بنستخدم الريجولار انسولين اكت رابيد بتستخدم رقم 8 وده مش فيفربل التارجت رينج زي ما احنا شايفين بيختلف من انسان للتاني على حسب السن وعلى حسب الاكتيفيتي لو خدنا مثلا الادلتس الداي تايم بدخله كده من 90 ل 100 النايت تايم من 100 ل 110 ده الابلكيشن شيت اللي مترونيك والسبيشاليست بتاع البامب بيملاها معاكم نفس الكلام يا جماعه اللي احنا قلناه دلوقتي اللي احنا شرحناه في خلال 15 دقيقه الويت دوز
وين ريديوس دوز البامب دوز لما نجمعهم ونقسمهم على اثنين البولس البيزل الانسولين تو كارب ريشيو والانسولين سنسيتيفيتي فاكتور. لما ندخلهم على البامب اعتقد في هذه الحاله يو ار ريدي يو اند يور بيشنت تو ستارت انسولين ثيرابي. دير كوليجز بروفيسور تشيرمان تو كونكلود ماي توك، السؤال الاهم بعد المحاضره دي، هل استخدم البامب ولا استخدم المالتيبل ديلي انجكشنز؟ راي حضراتكم ايه؟ الامريكان دايابيتس اسوسيشن ستاندردز ميديكال كير 2024 حسمتها وقالتها جمله صريحه السنه دي، بيقول لحضرتك ان حجم او عدد الترايلز اللي قارنت ما بين الاثنين المالتيبل ديلي انجكشنز الاقلام مثلا فيرسس البامب عددهم قليل اند اوف شورت ديوريشن. ولكن بيقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، الارج بيتا اناليسز بيقول لحضرتك ان البامب افضل شويه مودست، بتقلل عن الام دي اي 3% وبتقلل الهايبوجلايسيميا وبتقلل التوتال ديلي دوز. ولكن نبص على السهم there is no consensus until this point اللي نتكلم فيها، تقول لك والبيشنت داخل ده ياخد بامب وده ياخد مالتيبل ديلي انجكشنز. استعير السلايد دي من اخويا العزيز الاستاذ الدكتور حسام غازي، one size does not fit all. واستعيد طبعا كلمه استاذي العزيز الاستاذ الدكتور مجدي مجله ان احنا زي الترزين بالظبط، احنا بنفصل العلاج على قد البيشنت اللي قدامنا، مفيش حاجه اسمها الايديال تريتمنت في اي علاج في اي تخصص. زي ما احنا شايفين اللي قدامنا ده كلهم لابسين نفس المقاس، ولكن هو لايق قوي على رقم 5. ثانك يو، وارجو ما اكونش اطلت على حضرتك.